خلينا نتكلم بقى على الحدث الاهم وهو مباراه الغد ونتكلم عن ان هو الحدث الاهم لان هي المباراه المقبله على طول بالنسبه للنادي الاهلي وهي مباراه المصري البورسعيدي في الجوله 13 من بطوله الدوري اللي بيتصدرها النادي الاهلي واللي فاز في كل مبارياته السابقه ما عدا مباراه وحيده تعادل فيها فقط امام فيوتشر وبدايه وانطلاقه اكثر من ممتازه واستمراريه كمان مميزه بالنسبه للفريق في بطوله الدوري سعيا نحو عوده هذا اللقب الضال عند دولاب بطولات النادي الاهلي الموسم الماضي دي تحديدا ان شاء الله يرجع في مكانه في الجزيره جمهور النادي الاهلي كله يفرح ببطوله الدوري السنه لكن في جزئيه مهمه قوي عايز اتناقش معاك فيها محمد قبل ما اقول قائمه الفريق وهي ضغط الماتشات بالنسبه للاهلي في الشهر ده عندك تقريبا حوالي سبع ماتشات منهم ماتش اتلعب فبالتالي المطلوب خلال المرحله دي ايه ان انت تحاول تكسب مفيش رفاهيه ان احنا الاداء يكون كويس اه طبعا بنبقى طمعين او الاداء يكون حلو وكل حاجه بس الاهم النتائج في المرحله الحاليه لان هي تعتبر مرحله من ضمن المراحل الحاسمه سواء في البطوله المحليه بالظبط او م. بطوله قرائيه طيب فدي هي, مهمة. هي شهر شهر بالتاكيد في مباريات مهمه وهتفرق كتير قوي بالزبط. قبل ما تخلص الدور الاول وضعك ايه في شكل الدوري العام السنه دي لكن هو شهر بنتكلم فيها على ان بتلعب مباريات تكسب ولا تلعب م. بمعنى ادق أنت محتاج الفترة دي إيه؟ إنك تاخد الثلاث نقط في كل ماتش. الأداء ممكن بعد كده نتكلم عليه في مرحلة تانية أو في توقيت تاني، لكن قبل ما أخش في تفاصيل النتائج الماتشات وأنت محتاج إيه في الـ الـ الشهر ده في كل المباريات؟ مفيش تكافؤ فرص في بعض اللقاءات، يعني بديك مثال بعد المصري مثلا ما نرجع من مباراة مازيمبي الكونغولي، خد راحة قد إيه قبل ما يلعب الأهلي بكرة في الدوري العام؟ طب الأهلي لما رجع لعب كام ماتش؟ هتيجي تقول لي ما هو جدول الدوري اتحط بالشكل ده ماشي اوكي بس الاهلي في مره لما جه كان مسافر عنده ماتش في جنوب افريقيا لعب سبت ثلاث سبت وما تاجلتش مباراه يوم الثلاث اللي كانت ما بين مباراتين السبت والسبت طيب النادي المصري مثلا رجع من الكونغو يوم الاثنين اللي فات كان عنده ماتش يوم الاحد ورجع الاثنين من يوم الاثنين لغايه السبت في اربع خمس ايام راح الاهلي لعب الاربع ريح الخميس اتمرن النهارده الجمعه في اسكندريه بكره عنده ماتش السبت مبدأ تكافؤ الفرص مش موجود في بعض الماتشات، ده حصل على فكره في ماتش الاتحاد كمان لا وفي <applause> ماتش الزمالك وبيراميدز وماتش الاتحاد خلي بالك م. الاتحاد كان واخد راحة 21 يوم بالظبط فاهم قصدي؟ فواخد مساحة كبيرة جدا من الاستعداد حتى كان بجهاز فني جديد فاستعد بشكل جيد ورغم كده الاهلي قدر ان هو يتفوق بنتيجة 1-0 لكن مبدأ تكافؤ الفرص اللي بيتكلم عليه محمد بصراحة مهم جدا لكن برضه احنا بنعاني من الجزئيه ترتيب الماتشات لا ترتيب الماتشات حتى سنة ترتيب الماتشات من المسابقات لازم يكون على الاقل في توازن ما بين كل فرقه والتانية بتيجي تواجه بعض ما يكونش م. المسافه بعيده قوي راحه خمس ايام وراحه 48 ساعه لفرقه تانية فرقه م. مريحه مثلا 20 يوم والفرقه الثانيه جايه تلعب بالفريق وهي لسه لاعبه مباراه ب 72 ساعه تكافؤ الفرص هنا مش موجود بين معظم فرق الدوري خاصه م. مع الفرق اللي بتلعب في البطولات الافريقيه طيب, طيب. قول كده حكام بكره